قلعة المديا، قلعة من قلاع العلم والمعرفة. قاوم سكانها الرومان الوندال والبيزنطيين وتعايشوا مع الأتراك الذين مكثوا دهرا طويلا هنا. مكان مليء بالحكاية والأحداث والأساطير. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج مكان وحكاية. أعظم فترة انتهلت فيها مدينة المدية من مبادئ الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية ضمن بلاد المغرب كله فترة حكم الوالي إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، الذي كان هدفه وتركيزه هو أسلمة أكبر عدد من سكان المغرب. بعد دخول باب عروج إلى مدينة الجزائر تلبية لدعوة من أهلها من أجل حماية المدن الساحلية من الإسبان، قام عروج بفتح مدينة المدية، وكان ذلك سنة 1517. فترك في المدية حامية عسكرية عثمانية وبعض الأندلسيين وعاد إلى مدينة الجزائر. برج المراقبة، تعددت التسميات، فمن برج المراقبة إلى الرحى الهوائية، أما محليا فمعروف باسم البير أو الفينغا. يسمى بعدة تسميات، يسمى بالرحى الهوائية، يسمى ببرج المراقبة، ويسمى أيضا بالبير عند عموم الناس هنا، أو بالفينغا. سمي بالرحى الهوائية لأنه يحتمل، وهو احتمال كبير، أنها استعملت كرحى هوائية لطحن الحبوب بهذه المنطقة، وكما ذكرت هو يعود إلى بناؤه يعود إلى العهد العثماني. أما لماذا سمي ببرج المراقبة، فهناك تصريح أو معلومة تاريخية تقول أنه استعمل كبرج لمراقبة المسار الذي كان يربط ما بين مكاني إقامة آخر بيت التيتري، ألا وهو بومزرق مصطفى الذي حكم ما بين 1818 إلى غاية 1830. كان له مكانين لإقامته، واحدة في المصلى غير بعيدة عن هذا المكان وتسمى بحوش البي، والثانية هي المتحف وهي دار الأمير عبد القادر وهي المتحف العمومي كما ذكرت. سميت بالبئر ربما لشكلها، شكلها الذي يشبه البئر. أما الفينغا فهذا يرجع إلى الفترة الاستعمارية ربما، أين السكان المدية والأهالي الذين كانوا يعارضون الوجود أو وجود المستعمر الفرنسي هنا عذبوا ونكل بهم في هذا المكان. بالضبط، هو معلم رمم من طرف مديرية الثقافة سنة 2007، وهو الآن معلم ثقافي محمي، أي تم جرده على قائمة الجرد الإضافي. وفي سنة 1518 خلف خير الدين أخاه عروجة، فقام بتعزيز العلاقات بين الجزائر والخلافة العثمانية، مما جعلها تمده بما يحتاجه من إعانة في سبيل تدعيم الدولة الجزائرية. تسعى المجتمعات الإنسانية منذ بدء نشأتها واستقرارها في الأرض إلى الاحتماء من هيجان الطبيعة الغاضبة وعدوان الحيوانات المفترسة التي قد تتلف بيوتها أو مزارعها أو تؤديها وتودي بحياتها. وقد ظهرت مخاوف أخرى نابعة من مطامع الإنسان في أملاك وثروات غيره بعد ازدياد عدد البشر وتعقيد مظاهر الحياة الاجتماعية. وفي شتى هذه الظروف تملي بل تأمر غريزة البقاء على حياة الإنسان ضرورة البحث عن حلول وتدابير ثابتة وموسعة
أولها وأهمها هو تسخير المأوى الآمن والمؤمن في نفس الوقت. فجاءت التكتلات العمرانية والمدن للتخفيف من هموم الفرد، فأنشئت البروج العالية والقلاع المشيدة والحصون المنيعة. إذن سيد أحمد، نحن أمام السور، سور مدينة المدية الذي يطوقها منذ سنوات وسنوات، لكننا أمام الجزء الكولونيالي. أكيد. نعم، واش نقدر نقول على هذا السور وعلى هذا الجزء والاختلافات الموجودة بينه وبين الجزء التركي الجنوبي؟ الجنوبي. التوسعة التي قام بها الفرنسيون بعد أن اضطروا إلى توسعة المدينة قصد استيعاب المعمرين الذين كانوا يودون أن يستقروا هنا لخصوبة الأراضي ووفرة المياه، قاموا بتوسعة. التوسعة كانت بالاتجاه الشمالي والاتجاه الشرقي. نحن الآن نتواجد بجهة التوسع الشمالية، وهذا الصور التي تشاهدين وهو على امتداد كبير جدا. كنا قد عبرنا البارحة عن منطقة يتواجد بها نفس الصور، نفس النمط، نمط الصور كما تشاهدين، فتحة السلاح. الصور عرضه حوالي 50 إلى 60 سنتيمتر، مصنوع أو مركب من حجارة متوسطة إلى صغيرة وتعرف باللغة الفرنسية الموهيلون. يخص العلامة ابن خلدون فصلا من كتابه البليغ قائلا: أعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة.